اهلا بكم. ضيفنا النهارده محترف اطلاق قذائف من العيار التقيل ضد الارهاب والتطرف. حاصر الخلايا النائمه في الوزاره بكل حزم وقوه. امن بالمواجهه الفكريه للارهاب فنجح في السيطره على منابر الدم. في حوار خاص نفتح معه الملفات الشائكه. الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من مواليد عام 1966، تخرج في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة بمرتبة الشرف، وكان ترتيبه الأول على دفعته، ثم حصل على الماجستير في اللغة العربية وآدابها بتقدير ممتاز، ثم على درجة العالمية الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى. عين معيدا بجامعة الأزهر، فمدرسا مساعدا، فمدرسا فأستاذا مساعدا، فأستاذا فوكيلا للكلية فعميدا لها، ثم انتدب إلى جانب عمله عميدا للكلية عضوا بالمكتب الفني لشيخ الأزهر لشؤون الدعوة والإعلام الديني. عين وزيرا للأوقاف في حكومة الدكتور حازم الببلاوي في 16 من يوليو من عام 2014، ونظرا لما قام به من جهد مشرف ومتميز في خدمة الدعوة الإسلامية والعودة بها إلى مصر في عمقها الأزهري الوسطي، تم إسناد الوزارة إليه في حكومتي المهندس إبراهيم محلب الأولى والثانية، وتم الإبقاء عليه في حكومة المهندس شريف إسماعيل. تم اختياره رئيسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضوا باتحاد كتاب مصر واتحاد الكتاب العرب ورابطة الأدب الإسلامي العالمية، وعضو لجان التحكيم لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر في تخصص الأدب والنقد، وعضوا في العديد من المؤسسات العلمية والمجتمعية المتخصصة. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية داخل مصر وخارجها، وكان رئيسا للكثير منها. شارك في وضع المناهج العلمية لمرحلتي التعليم ما قبل الجامعي والجامعي بالأزهر الشريف، كما ساهم في وضع مناهج كليات التربية بسلطنة عمان، ويرأس لجنة مراجعة مناهج التربية الإسلامية بالمراحل التعليمية المختلفة بوزارة التربية والتعليم المصرية. الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ جمال ومرحبا بك في وزارة الأوقاف. مصر تعيش حالة حرب في الداخل وفي الخارج، أهم أسلحة هذه الحرب الإرهاب. أين تقف وزارة الأوقاف من مواجهة الإرهاب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. فقد اتخذت وزارة الأوقاف وفق ما أعلننا وحددنا موقفنا واضحا منذ البداية أنها وزارة دعوية وطنية. دعوية أي تعنى بنشر الإسلام الوسطي الصحيح في مواجهة الأفكار المتطرفة. وطنية أي أنها تعنى بكل ما يخدم هذا الوطن في المجال الفكري ونشر الفكر الإسلامي الصحيح. فقد عملنا منذ اللحظة الأولى على تطهير المساجد من العناصر المتشددة والمتطرفة وتجفيف منابع الإرهاب بقانون الخطابة الذي يمنع غير المؤهلين وغير المتخصصين من اعتلاء المنابر أو توظيف المساجد لمصالح حزبية أو سياسية. ومن أجل هذا يعني بدأنا بإبعاد جميع غير المتخصصين الذين أقحمهم الإخوان في عامهم الأسود
حيث إنهم جاءوا بالمطرودين والمشردين والمبعدين والمحكومين بأحكام قضائية، ودفعوا بهم في كل مفاصل كل ما أمكنهم من مفاصل الدولة الثقافية، وبخاصة إنهم دفعوا بهم فتحوا باب خطباء المكافأة على مصراعيه لهؤلاء الذين كانوا ممنوعين وطنيا. أنا لا أقول ممنوعين أمنيا وإنما أقول ممنوعين وطنيا. يعني إيه ممنوعين وطنيا؟ لأن وجودهم كان يضر بالمصلحة العامة للوطن لبثهم أفكار تفسد عقول الشباب وربما تظهر الفتنة في المجتمع. فهؤلاء عندما جاءوا الإخوان جاءوا بهؤلاء المساجين وبغير المساجين وبالممنوعين وطنيا كما قلت، ومكنوهم من المنابر. عددهم كان كام يا سيادة الوزير؟ الحقيقة احنا جملة ما استبعدناه من غير المؤهلين وغير المتخصصين، ومعظمهم كانوا من عناصر جماعة الإخوان والمتحالفين معه، كان نحو 12,000 خطيب مكافأة تقريبا لم يكونوا مؤهلين، وإنما كانوا يوظفون المساجد والدعوة توظيفا سياسيا. والحمد لله استطعنا أن نبسط سيطرتنا على كل المساجد وأن نطهر هذه المساجد من الفكر المتشدد ومن التوظيف السياسي للدين. إذ إنني أؤمن يقينا أن جزءا كبيرا مما عانيناه في الماضي وما زلنا نعاني بعض آثاره في المنطقة كلها ويعانيه العالم، طبعا إضافة إلى الإرهاب العالمي الذي لا يقف عند دين ولا يمكن أن يرتبط بدين، لكن في تجربتنا كانت المشكلة تأتي من أمرين. الأول محاولة توظيف الدين لمصالح شخصية أو فئوية أو حزبية أو لمصالح الجماعة التي كانت تجعل مصلحتها فوق كل اعتبار، وما زالت تجعل مصلحتها فوق كل اعتبار، إذ إنهم لا يؤمنون لا بوطن ولا بدولة وطنية. طيب الجانب الآخر تفضل يا فندم. يبقى السبب الأول هو المتاجرة بالدين. نعم. كما تتاجر به جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها وكل المنتمين إليها والمتحالفين معها. والحقيقة هي حتى تحالفت كما قلت كانوا على استعداد وما زالوا أن يتحالفوا مع الشيطان، مع داعش، مع بوكو حرام، مع القاعدة، مع أعداء بيت المقدس، مع أي فصيل يمكن أن يحقق مصالحهم. لأنه مثلا الجانب الآخر هو اقتحام أو إقحام العناصر غير المؤهلة ولا المدربة ولا المتخصصة في مجال الدعوة، وهو ما حرصنا على تمكين صفوف الدعوة منهم. طب يعني إذا نقدر نقول بنسبة كام في المية مساجد مصر تحت سيطرة وزارة الأوقاف؟ الحقيقة نستطيع أن نقول إن ما يحدث ربما من خروج هنا أو نتوء هناك لا يكاد يذكر، هي حالات فردية. لا نستطيع أحد أن يقول أرقاما محددة في عمليات إحصائية، وإنما نستطيع أن نقول بأكثر من 90% على الأقل. نعم. بأكثر من 90% ونسبة أعلى من 90% بسطت وزارة الأوقاف سيطرتها على مساجد مصر، ومن النادر أن تجد مسجد زاوية هنا أو مصلى هناك كمن يسرق ويخطف ثم نتعقبه ونوقع به الجزاء المناسب من الخلايا. بالمناسبة المساجد الكبرى بعيدة كل البعد عن السيطرة، لأننا حرصنا على الدفع بعناصر متميزة متخصصة وطنية أيضا المساجد. أما إن كان هناك بعض الزوايا التي منعنا إقامة الجمعة فيها، تأتي بعض الجماعات تقيم جمعة هنا أو هناك ثم نتعقبها ونأخذ الإجراء اللازم، الحمد لله نستطيع أن نقول قطعنا شوطا هاما وكبيرا في استرداد المساجد من سيطرة هذه الجماعات وإعادتها إلى مكانها الصحيح لوزارة الأوقاف المصرية. عدد الأئمة في مصر كام وعدد المساجد؟ هناك عدد الأئمة المعينون، عدد الأئمة المعينين، عدد الأئمة المعينين تحديدا 53,625 إمام نعم. وخطيب، وهناك نحو 38,000 خطيب مكافأة، فالإجمال يقترب من 100,000
أو يزيد قليلا، بعضهم يعني قد يسافر ثم يعود نحو ثلاثة ما بين 3,000 إلى 4,000 من المفدين والمعارين لمختلف دول العالم يؤدون رسالتهم بالخارج أيضا. الحقيقة هذا العدد عندما لو طبقنا بحسب وبآلية، ونحن يعني كل يوم نأخذ خطوات متقدمة في ذلك، قضية المسجد الجامع وقصر الخطبة على المسجد الجامع دون المصليات والزوايا، فلن يكون لدينا أي مشكلة في أعداد الأئمة، ونحن نحاول بكل قوة التحول وأردناه تدريجيا في البداية بخطبة الجمعة من ألا تقام لا في الزوايا ولا في المصليات إلا للضرورة، إنما تكون في المسجد الجامع. يبقى عدد الأئمة يعني يتوازى أو يناسب عدد المساجد الموجودة في مصر؟ مع شيء من إعادة الهيكلة في خطبة الجمعة وقصها بحسب على المسجد الجامع والمصليات، وهذا ما نتواصل به مع قيادات الأوقاف. ثم أيضا إننا في حاجة إلى تعيين بعض الأئمة، وهناك إن شاء الله مسابقة ستكون في بداية العام المالي المقبل، لأن الفرق بين إمام المسجد وخطيب المكافأة أن إمام المسجد متفرغون لمسجده طوال اليوم وطوال العام، يعني من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وبعض الأئمة يتابع مسجده المساجد الكبرى على مدار الساعة. فبالنسبة لعدد خطبة الجمعة لا إشكال، خطباء المكافأة زائد الأئمة يؤدون الإيه المهمة. أما الإشكال فنحن في حاجة إلى عدد من الأئمة، لأن خطيب المكافأة يؤدي خطبة الجمعة فقط في المسجد، فنحن في حاجة إلى تعيين عدد من الأئمة الذين يكونون مسؤولين عن المسجد على مدار الوقت. إن شاء الله ستكون هناك مسابقة في العام المالي المقبل بإذن الله تعالى. تحت كام للتعيين؟ كام إمام مطلوب تعيينهم في مصر؟ الحقيقة دايما إحنا بناخد أمورنا بالتدريج، لا سواء من حيث اختيار أفضل العناصر، وإحنا إن شاء الله ستكون هناك زيارة يعني ربما خلال ساعات من هذا اللقاء، ولقاء مع السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديد الأعداد التي نتفق عليها. إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى خلال أيام سنحدد العدد المتاح وفق درجات الخلية. حضرتك تعتقد أنه مستوى الدعاة يناسب حجم التحدي اللي موجود في المشهد المصري الآن؟ قضية مستوى الدعاء بتخضع لأمرين. أولا المستوى التعليمي الذي حصلوا عليه في المراحل الجامعية وقبل الجامعية، والآخر مستوى التدريب والتأهيل. لا شك أننا لا يمكن أن نعمم حكما، فهناك دعاء وهم كسر الآن ويتزايدون بكثرة على مستوى عال من الكفاءة والأداء المتميز، والحقيقة دفعنا بمجموعة كبيرة من شباب العلماء حتى في المواقع القيادية وأثبتوا نجاحا متميزا. هناك عدد كبير من الأئمة المتميزين جدا، وهناك دورات تدريبية، وأقمنا أكاديمية الأوقاف، أقمنا وأنشأنا وعملت هذا العام أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة وإعداد المدربين، وتعقد الدورات سواء للأئمة للمفتشين للإداريين، وتعمل في تدريب الأئمة بأربع لغات، العربية وهي اللغة الأساس الأم، ثم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية، والتحق بالدورة الأولى في اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية 86 إماما من الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير أو لصنص الدراسات الإسلامية إما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية من كلية اللغات والترجمة، وأهلنا عددا منهم للابتعاث إن شاء الله للخارج. يعني والتدريب مستمر على مدار العام، فنحن نعمل على رفع المستوى المهني والعلمي للأئمة بلقاءات متواصلة سواء مع الوزير أم مع القيادات أم بمراكز التدريب، سواء كان تدريبا مهنيا أم تدريبا نوعيا. نعم نعم. والآن هناك تقدم كبير في مستوى الأئمة والحمد لله. حضرتك راضي بنسبة كام في المية عن مستوى الأئمة؟ دائما في الأمور النظرية تحديد النسب دائما ما يفسر تفسيرا يعني يذهب به كل ذاهب في الاتجاه الذي يريد. أنا أستشعر أن ما قطعناه من خطوات في مجال التدريب إنما هي خطوات جيدة لن تتوقف،
تتبعه خطوات أخرى، أنا راض عن الخطى التي نسير بها، وإن كنت أطالب يعني زملائي من قيادات الوزارة في مجال التدريب بتكثيف الجهود التدريبية أكثر من ذلك. إحنا بنتواصل مع أساتذة جامعة الأزهر، هناك جهد يعمل ليلة نهار، نحن راضون عن الجهود التي تبذل في ضوء كل الإمكانات المتاحة. المصليات والزوايا في القرى والنجوع من أخطر البؤر اللي بتصدر التطرف والتشدد والفكر الإرهابي، إزاي بتقتحموها وتتعاملوا معها سيادة الوزير؟ صحيح، هذا يعني تحليل دقيق. المصليات والزوايا كانت هي أهم مفاصل التشدد. لماذا؟ لأن العقل الجمعي يشكل ضغطا حتى على المتحدث، فإذا جئت إلى مسجد من مساجد الكبرى كمسجد عمرو بن العاص أو مسجد الإمام حسين أو الأحمدي بطنطا أو النصر بأسيوط أو مصطفى محمود، هذه المساجد أيا كان المستوى الثقافي وكم حضور الناس يشكل ضغطا نفسيا على المتحدث ويجعل عليه ما يشبه الكنترول، بأنه لا يستطيع أن يخرج عن الفكر المستقيم، لأنه لو خرج وجد ألف شخص يمكن أن يردونه. أما المشكلة فتكون في تجنيد النشء والشباب من خلال بعض المصليات والزوايا التي كانت تنشأ على أطراف القرى وعلى هامش محطات السكك الحديد وعلى الأماكن البعيدة عن العمران، حتى يخلو هؤلاء المتشددون بالشباب. الحقيقة بدأنا أولا نعين على الأقل عامل مسؤول عن كل زاوية أو مصلى. ليه؟ حتى يكون مسؤولا عن الفتح والغلق ومتابعة الحركة حتى لا تكون في أيدي هذه العناصر المتطرفة. وبدأنا نؤكد ونواصل وسنواصل بحسم منع إقامة الدروس أو الندوات إلا أو الخطب إلا في المسجد الجامع، لأن هذه الزوايا فعلا كانت تشكل خطأ كبيرا. ثم من الناحية الشرعية أيضا كتب العلامة السبكي الشافعي رحمه الله كتابا سماه الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد، لأن تعدد الجمعة بلا داع يفرق كلمة المسلمين. وكنت أمس في دمياط وأتحدث مع السيد المحافظ والسيد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومدراء أوقاف دمياط، قلت له لو أن بلدا بها نحو مثلا 20 مسجدا وكل مسجد في صلاة الجمعة فيه صف أو صفين أو ثلاثة صفوف، لا يمكن أن نقيم الجمعة في 20 مسجدا، وإنما نقيمها في المساجد الأساسية بما يسع حاجة البلد. وعند الشافعية إذا أقيمت الجمعة في المسجد الجامع فلا تنعقد فيما سواه إلا بشرطين: الأول إذا ضاق المسجد الجامع الأمر إذن الإمام أو من ينوب عنه، والأمر عند ولي الأمر الممثل فيه السيد رئيس الجمهورية، وتقوم وزارة الأوقاف بالنيابة عن الدولة في ضبط هذا الشأن، فهي صاحبة الولاية الشرعية والولاية القانونية في ضبط شؤون المساجد وتحديد المساجد التي تقام فيها الجمعة أو لا تقام. وأكد طاهر الإفتاء وفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام في فتوى موسعة نسخة منها لدينا أنه لا يجوز الافتئات على وزارة الأوقاف بإقامة جمعة دون إذن، فمن أقام الجمعة دون إذن أو خطب دون تصريح كان مخالفا ليس للقانون فقط وإنما للشرع، لأن الخطيب نائب عن ولي الأمر فالبعد شرعي. فهؤلاء الذين يريدون أن يفرضوا أنفسهم بالقوة هم مع مخالفتهم للقانون أيضا مخالفون للشرع. فمن يريد أن يجعل من نفسه خطيبا دون إذن الجهة المنوط بها وهي وزارة الأوقاف مخالف للشرع والقانون معا، لأن بقولك لأني كما قلت لك في الفتوى التي جاءت عن طاهر الإفتاء لا يجوز الافتئات على الجهة المنوط بها تنظيم الأمر الإيه؟ الشرعي، ثم أيضا الجهة المنوط بها تنظيم الأمر القانوني. طب سيادة الوزير، حضرتك زي ما بتبذل مجهود أو الوزارة بتبذل مجهود في تأهيل وتقديم أئمة بمواصفات، في المقابل نجد أن الجمعية الشرعية والدعوة السلفية بتؤهل دعاة يحضون على التشدد والتطرف. تعليق حضرتك هنسمعه بعد الفاصل. ورجعنا مرة تانية سيادة الوزير وبرحب من حضرتك من جديد. وقبل الفاصل كنت بسأل حضرتك عن تقديم الجمعيات الشرعية والدعوة السلفية لدعاة
مهمتهم التشدد والتطرف. في المقابل نحن مهمتنا هي تحصين المجتمع المصري والإسهام في تحصين المجتمع العربي والإسلامي والدولي من كل الأفكار المتشددة من خلال آليات محددة، أهمها الحفاظ على المساجد، السيطرة على المساجد من أن يتخللها أي من أنصار الفكر المتشدد أيا كان هذا التشدد. وقلنا لن نسمح لأحد من أي طيار متشدد أيا كان، ولن نسمح لغير الأزهريين الوسطيين المتخصصين باعتلاء المنابر. وقلنا سنقضي حتى بإذن الله بعد أن قضينا على عناصر الجماعة الإرهابية بوضوح، نعمل على القضاء على الخلايا النائمة وحتى الخلايا الميتة إن شاء الله، لأن عدوى العناصر الإخوانية كما قلت كالسرطان، يعني السرطان المؤذي إذا جاء في أي جسد دمره، لأنهم الحقيقة تجاوزوا كل الخطوط. وكما قلت وأنا يعني أعد مقال عن سقوط دولة الإخوان الاقتصادية، الإخوان إذا كانوا قد سقطوا سياسيا فإنهم سقطوا مجتمعيا، لأن المجتمع عرفهم على حقيقته. وكما قلت كان أحد الأصدقاء يؤكد يقول كنت أشك في بعض الأشخاص هل هو إخواني أو غير إخواني، فإذا كذب وتعمد الكذب وتأكدت من كذبه تأكدت من إخوانيته، لأنهم الآن يتعمدون الكذب والإفطار والاختلاط، وإذا كانوا يستبيحون الدماء والتفجير والقتل ويمولون العمليات الإرهابية، فهل يمكن أن يطمئن إلى خلق أو دين أو وطنية لأي منهم؟ ثم بعد ذلك لابد من تفكيك آلياتهم الاقتصادية، لأنهم استغلوا بعض الجمعيات أو كثير من الجمعيات، استغلوا بعض خلينا نقول أبارك بعض الجمعيات الأهلية واستخدموها تحت مسميات خدمية وتقديم خدمات إما طبية أو تعليمية، وأقاموا بعض الشركات تحت غطاءات لبعض قيادات الإخوان كثيرة لتمويل العناصر وتمويل عملياتهم في الداخل والخارج. وهذا الحقيقة إن شاء الله حتى الدولة الاقتصادية يعني الإخوان قايلة للسقوط وستسقط، لأن هؤلاء كما قلت لفظوا سياسيا ومجتمعيا، وبما أنهم يعني لا يعملون لا لدين ولا وطن فلن يمكن الله لهم بإذن الله تعالى. احنا عملنا على أن مساجدنا لا يكون فيها مكان لأي عنصر متطرف أو متشدد أو يتبنى فكرة متشددة، وإنما للعلماء الأزهريين الوسطيين أصحاب الفكرة المستنيرة. فبدأنا بتحصين المساجد بتنسيق كامل مع السيد معالي وزيرة التضامن. أيضا بدأنا نقول لا مجال للتعليم الديني إلا في الأزهر الشريف ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف. كانت بعض هذه الجمعيات تقيم إحدى الجمعيات كانت تقيم أكثر من 80 معهدا، وكان فيها كما قلت بعض الدعاة المحسوبين على الفكرة المتشدد يعني يشوهون الفكرة الإسلامية الوسطية الصحيحة. كان لدينا 5 مراكز للثقافة الإسلامية. العام الدراسي الماضي افتتحنا 5 مراكز جديدة حتى نوفر البديل الذي يثقف شبابنا تثقيفا دينيا صحيحا ويواجه الفكر المتطرف. نستهدف في العام المقبل بإذن الله تعالى نحو 30 معهدا على مستوى الجمهورية، واتفقنا على فتح معهد في المنيا ومعهد في دمياط ومعهد في كفر الشيخ ومعهد في جنوب سيناء ومعهد في بورسعيد، وسيتوالى فتح مركز في دمياط، مركز الثقافة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف والذي يدرس فيه علماء الأزهر والأوقاف، حتى نوفر مراكز الثقافة ونستطيع أن نغلق جميع المراكز التي كانت تبث فكرا متشددا. فمن خلال مراكز الثقافة الإسلامية التي ستنتشر خلال العام المقبل ستغلق جميع المراكز، لأن الحقيقة من الذي يعنى بالشأن الديني؟ الجمعيات على عيننا وراسنا تعمل في العمل الاجتماعي وتعمل في العمل الخيري، أما إعداد الدعاة أو مراكز الثقافة الإسلامية أو التثقيف الإسلامي، مال هذه الجمعيات ومال الثقافة الإسلامية؟ الثقافة الإسلامية هناك مؤسسة عريقة هي مؤسسة الأزهر الشريف بجامعته ومعاهده، ثم إننا في وزارة الأوقاف
من لم تتح له فرصة الدراسة في الأزهر بالاستعانة بالسادة علماء الأزهر وكبار علماء الأوقاف، ننشئ مراكز ثقافة إسلامية لتقديم الفكر الإسلامي الوسطي في كل مكان، إضافة إلى فكرة المسجد الجامع، وستبدأ بألف مسجد على مستوى الجمهورية. هذا المسجد الجامع سيكون منارة في الدروس والندوات وتعليم الفكر الإسلامي الصحيح. بس التطبيق ده على أرض الواقع أساتل محتاج مجهود كبير جدا في ظل حالة الحرب اللي قلت لحضرتك عليها اللي بتعيشها مصر. أنا بطمن سيادتك والسادة المشاهدين، بالنسبة لمراكز الثقافة الإسلامية كانت 5 في العام الماضي، صارت 10 هذا العام. نتواصل مع العلماء والمباني جاهزة، والبداية ستكون على أرض الواقع، والأرقام بيننا مع بداية العام الدراسي المقبل. ده مراكز الثقافة الإسلامية ستعمل لتبث الفكر الإسلامي الصحيح. طيب. من خلال الأساتذة المتميزين. نعم. المسجد الجامع 1000 مسجد ستنطلق في رمضان بإذن الله تعالى. أيضا هناك نقطة مهمة جدا، كانت هذه الجماعات والجمعيات بعضها يستغل الكتاتيب تحت مسمى الكتاتيب والحضانات وفصول التقوية. نعم. أيا كانوا بيحاول يستغل أي شيء، وخاصة تجنيد النشأ في سن مبكر. فإحنا بدأنا أيضا مع وزارة التضامن وبنصمم استمارة، أي إنسان يريد أن يفتح كتاب فإحنا بنتطلب الكتاب العصري، والمقصود بالكتاب العصري أن يكون الشيخ مثقفا. نعم. فقط مش مجرد يحفظ القرآن، لأن بعض من يحفظون القرآن. نعم. كما نعم. تعلم يقتلون ويذبحون باسم القرآن لأنهم لم يفهموا القرآن. نعم. فسيقوم مع جانب القرآن الكريم بترسيخ بعض القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية. بنعمل استمارة، لابد أن يكون حافظا للقرآن ويتم امتحانه من الأوقاف، ولابد أن نتأكد أنه ليس له أي انتماءات لأي فكر متشدد أو جماعات متطرفة. فنحن بالنسبة لنا نحصن في المسجد، نحصن في مركز الثقافة، نحصن إن شاء الله في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في كل مكان. نعم. أما إن كان هناك من يخرج على المصلحة الوطنية فهناك أجهزة أخرى مهمتها أن توقف هذا العبث. سيادة الوزير، منطقة سيناء تحديدا من المناطق اللي بتعيش حالة حرب من العيار الثقيل ومحتاجة تغيير فكري سريع جدا، دور وزارة الأوقاف في شمال سيناء تحديدا. الحقيقة سواء في شمال أو في جنوب، تحديدا المنطقة الأكثر سخونة، الاثنين شمال وجنوب سيناء، وسيناء منطقة لا تتجزأ. نعم. ونحن نوليها اهتماما كبيرا. نعم. الحقيقة ربما تكون المحافظتين وبخاصة جنوب سيناء هي أكثر المحافظات التي زرتها، وكان لأول مرة ننقل خطبة الجمعة من مدينة طابة في تاريخ وزارة الأوقاف، والتقينا ببدو طابة وأهالي المنطقة في خيمة ليلية طويلة ليلة كاملة في أمن وأمان، وبعدها انتقلنا إلى مدينة الطور، ثم في انتقل أحد الزملاء لخطبة الجمعة في العيد القومي لشمال سيناء، ودعمناهم بعدد كبير جدا من الخطباء المتميزين في الفترة الأخيرة، وانتقينا قيادات وطنية متميزة، وأقمنا المسابقة العالمية للقرآن الكريم لأول مرة في تاريخ خارج القاهرة في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وانتقل الناس إلى سانت كاترين وبين الجبال، وشهدوا بالأمن والأمان. وقال أحد الضيوف، كبار الضيوف، نعم، جئنا سفراء لبلادنا وسنعود سفراء لمصر في العالم كله. وانتقلنا أيضا إلى كثير من المناطق وتجولنا ودفعنا بعدد كبير من الأئمة المتميزين، ثم عينا عددا من العمال من أبناء سيناء في الشمال والجنوب، حتى أيضا لا يكون القضية فقط في مجرد الإمام، وإنما العامل الذي يتأكد أن المسجد لا يستغل استغلالا سيئا. لكن الحوار الفكري الثقافي هو ده الأهم. قائم ولدينا قيادات دعوية في الأوقاف على منتهى الوعي وعلى تواصل مع السادة المحافظين ومع القبائل، ويؤدون دوره. وأنا حضرت أكثر لقاء مع القبائل سواء في الطور. نعم. أم في طابة، والحقيقة إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله سيناء عائدة إلى وطنها أمنيا واقتصاديا وفكريا وثقافيا، وهي موضع اهتمام من الدولة كلها، وفي ظل النقلة الاقتصادية التي تعد. نعم. لسيناء أيضا سيصحبها مع ذلك
تنمية ثقافية ليس من وزارة الأوقاف وحدها، وإنما أيضا من الوزارات الأخرى كالشباب والثقافة والأثار، نتعاون معا لإحداث نقلة ثقافية ومع التربية والتعليم وعلمية وتعليمية. وصار الآن في أبناء سيناء الطبيب والمحامي، ومنهم الآن ستجد في الفترة القريبة المقبلة من بين أبناء سيناء وخاصة بعد إقامة الجامعة الجديدة، ستجد نقلة ثقافية وفكرية تحصن سيناء فكريا وثقافيا وإلى ما لا نهاية إن شاء الله بإذن الله، وإلى مستقبل بعيد وإلى مستقبل بعيد بإذن الله تعالى قريب ووسيط وبعيد. هذه الجامعة مع الجامعة التي تقام في سيناء مع اهتمام الأزهر ومعاهد الأزهر وعناية بمساجد الأوقاف سنؤهل وتحدث نقلة كبيرة جدا بإذن في الله. النقلة الثقافية في تأهيل أبناء سيناء ثقافيا وفكريا واقتصاديا ومجتمعيا، يجني الوطن كله، يجني أبناء سيناء أولا والوطن كله ومعه ثمارها في المستقبل البسيط القريب الوسيط والبعيد. سيادة الوزير، بالنسبة للخطب الموحدة لاقت بعض الانتقادات، عايزين نعرف الهدف من الخطبة الموحدة ايه، وهل نجحت ولا محتاجة اكتر؟ لا شك انها ادت نجاحا كبيرا، والحالات التي تقال هي رؤى فردية نستفيد منها ونناقش ايضا من خلالها. الخطيب لديه فيما يتصل بالمنطقة الندوات والدروس والأمسيات، وخمسة دروس أسبوعية يعالج قضايا المنطقة. الضابط الوحيد اللي ضبط المنابر من أهم الضوابط إلى جانب المسجد الواحد الخطبة الموحدة. عدم وجود خطبة موحدة كان له أكثر من سلبية، منها لو طلع أي إنسان ولا يوجد هناك خطبة موحدة وتحدث في أي موضوع حتى لو كان لا قدر الله يضر بالمصلحة الوطنية، يقول لك يعني أنت ما حددتليش نطاق، فيبقى كل واحد يتحدث وفق ميوله وهواه. اما الخطبه الموحده فنحن نضع اطارا عاما وموضوعا عاما، ثم نمسك قضايا الحيويه للدين والوطن والمواطن، وحيث تكون المصلحه فثمة شرع الله. هناك كان بعض الناس واحنا في الايام المباركه هذه كان ربما يحفظ خطبتين او ثلاثه ويلف بيهم الدنيا، يجي من الجمعه الاخيره في جماده حتى الجمعه الاولى في شعبان يتحدث عن الاسراء والمعراج بكلمات محفوظة، فأي واحد من العامة كان يقول لك ما أنا أقدر أقول الكلام ده. فده اللي جرأ الجماعات غير المتخصصة على الخطابة، لأن الخطيب حافظ خطبتين ثلاثة ويطلع يقول كلام. لكن عندما انتقلنا إلى الخطبة الموحدة وبدأنا نعالج فقه الأولويات، وأن قضاء حوائج الناس مقدم على حج النافلة وعمرة النافلة، والتخطيط وأثر في حياة الفرد والمجتمع، ودور الشباب في بناء الوطن، وأهمية العمل والإنتاج، ومعالجة القضايا العشوائيات والقضايا المجتمعية، كل هذا جعل غير المتخصصين يتوارون جانبا الخطبة الموحدة. لا فأننا نضع كما أكدت أكثر من مرة، نضع الإطار العام، العناصر، الكلمات، العناصر، الأدلة، وإطارا عاما، وللخطيب أن يبدع في هذا في إطار هذا الإطار العام. لكن بدون خطبة موحدة سينفلت الأمر، كل واحد ربما يتكلم في قضية لا تستطيع أن تحاسبه عليها. ثم الأمر ليس بدعا في مصر، في كل الدول المحيطة بنا أو معظم الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها لديها هذه الخطبة الموحدة، والتطبيق أكثر حسما، يعني بحسم الخطب الموحدة. سيادة الوزير، دفعت البعض لأنها تقول لا ده توجيه سياسي، وأن وزارة الأوقاف بتعمل وفق تعليمات أمنية. شوف يعني لسنا في موضع اتهام حتى ندافع عنه، نعمل بوضوح شديد لما يخدم ديننا ويخدم وطننا. هناك بين كل أجهزة الدولة يجب أن يكون هناك تنسيق، فالعمل في جزء منعزلة لا تكون هناك دولة، لكننا فيما يتصل بالشأن الديني والدعوي والإفتاء وما يتصل بكل شؤون الدعوة، كل مؤسسة سواء في الأزهر الشريف أم في وزارة الأوقاف أم في دار الإفتاء تحدد سياستها دون أدنى تدخل على الإطلاق من أي جهة، واللي عنده عكس ده يطلع يثبته. أموال الأوقاف سداد، أقول لك حاجة،
نعمل بما يرضي الله نعم. دون تدخل من أي جهة، لكننا نعرف طريقنا جيدا لخدمة ديننا وخدمة وطننا وقضايا وطننا، ودون أي مزايدة. اللي عنده عكس كده يطلع يثبته. موالي الأوقاف سداح مداح، هسمع تعليق حضرتك بعد الفاصل. ورجعنا مرة تانية سيادة الوزير، وكنت بسأل حضرتك قبل الفاصل، أموال الأوقاف سداح مداح، هذا أمر قد كان في السابق وتمت معالجته وسيعالج أكثر حسما في المرحلة المقبلة، وقد دفعنا في هيئة الأوقاف بمجموعة قيادية متكاملة في جميع الوظائف العليا، وهناك أيضا دعم بمجموعة من الشباب الخيور على ديني ووطني ومال الوقف، وهناك أيضا جهات تساعدنا سواء في إزالة التعديات أم في توثيق الأوقاف أم الحفاظ عليها. الحقيقة كل جهات الدولة الآن معنية بالحفاظ على الوقف، وقلت وما زلت أؤكد، مال الوقف لا يسقط بالتقادم ولن يضيع أبدا، وهو مال مر على كل من ذاقه في الدنيا والآخرة، لأنه مال الله يجب أن نحافظ عليه، فكل من اعتدى على مال الله سينال جزاء مرا في الدنيا والآخرة، وهناك منظومة محكمة تسير في هذا الاتجاه وسنعلن عنها قريبا. تقييم، هل في تقييم حضرتك لأموال الأوقاف في مصر؟ الآن نحن ندرس أفضل السبل لاستثمار أموال الوقف، وسنعلن خلال أسابيع عن استراتيجية متكاملة في رقم لحجم الأموال للحفاظ. الآن نعمل على هذا، نعمل على تقريبا يا فندم، هو حجم كبير وإن شاء الله سنعلن تقريبا عقب. كام يا فندم؟ نسعى في الحصر الآن، هو مليار، عشرات المليارات، 100 مليار أكثر من هذا، 200-300 مليار، عايزين نعرف كام تقريبا. لأن طب احنا الآن في مرحلة تقييم الأصول، فتقييم الأصول بيحتاج إلى وقت، فلا نستطيع أن نعطي أرقام محددة إلا بعد أن انتهى عملية التقييم، وسنعلن عن الاستراتيجية الكاملة لحصر مال الوقف وتوثيقه وسبل منع الاعتداء عليه والسبل الأمثل للاستثمار خلال أسابيع على الأكثر. كرامتك وحزمك داخل وزارة الأوقاف دفعت البعض من الموظفين إنهم يقولوا لا ده وزيرنا وزير داخلية وليس وزير أوقاف. هو دايما خد بالك، بالعكس على عكس ما يسوق، انا بقول انا بفرق دايما في الاداره بين المهني والانساني. كان بعض الناس عنده خلط، لا انا الجانب المهني له حق والجانب الانساني جاء شيء اخر، فاذا نجحنا الى تحقيق المهني والانساني فهذا ما نصب اليه. انما اللي انت قلته ده بيتعلق بنقطه مهمه جدا، ان انا قلت حاجتين بوضوح في الوزاره. الجانب الاول ضرب بأي شلالية داخل الوزارة أو في أي مفصل مما فاصلة، القضاء على الترابطات والشلالية بأي شكل، والحمد لله أستطيع أن أقول إن هيئة الأوقاف وقيادات الأوقاف في أفضل حالاتها في هذه المرحلة، من أن الجميع بإذن الله يعمل لصالح دينه وبلده ووطني وخدمة الوزارة. الجانب الآخر نعم، إن أنا منعت حاجات واضحة وصريحة وبمنتهى الحسم، لا للاستثناءات، لا استثناء على الاطلاق، توجد خلايا نائمه داخل وزاره الاوقاف، لا للاستثناءات، اكملك بس، لا للاستثناءات، لا للسلطه التقديريه، لا لطبقا للسوابق، لا وجود للشخص الذي يقال عنه انه يمكن ان يحرك وزاره الاوقاف، غير موجود. وكان دايما اقول لو يعني دايما كان المتنبي النبغة الزبياني يقول فلو كف اليمين بغتني خونا لأفرطت اليمين من الشمال. فأنا مبدئي الحسم والقوة وعدم التسامح في الأخطاء الكبيرة، والقائد له غلطة واحدة مش غلطتين. توجد يا فندم سيادة الوزير، لا يوجد داخل سيادة الوزير خلينا أسأل حضرتك، هل يوجد داخل وزارة الأوقاف لغاية دلوقتي خلايا نائمة؟ على المستوى القيادي لا، على مستوى المنتسبين من يظهر نتتبعه وناخذ الاجراء الحاسم او الاجراء القانوني.
ماذا لو فوجئت بأن إخواني يعتلي المنبر؟ إذا استغل أو خاج بالمخالفة أن نتخذ أقصى درجات الحسم وفقا للقانون. العلاقة بين حضرتك وبين الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب حواليها علامات استفهام كتيرة جدا، عايزين نعرف حقيقة هذه العلاقة. شوف، دائما هو قول واحد، الشيخ أقصى السلطة الدينية في العالم الإسلامي، وهو شيخي وأستاذي ووالد، ونكن له كل الاحترام والتقدير، ونبذل كل جهودنا أن نعمل متضامنين تحت لوائه، ومما يرد على هذه الشائعات أمرا. آخرها حضور فضيلة الإمام معنا، وشرفته بالجلوس إلى جانبه في احتفالات الوصايا بالإسراء والمعراج. الجانب الآخر، قام الشيخ محمد زكي الدين، ويمكن أن يراجع في ذلك، لتقديم خطة عمل مشتركة بين الأزهر والأوقاف في شهر رمضان وفي العطلة الصيفية، ووقعها وباركها وزكاها فضيلة الإمام الأكبر. ومن جهة استقبلت الشيخ محمد زكي الدين وسهلت له كل الإجراءات، وسننطلق في العمل معا سواء في شهر رمضان أو في العطلة الصيفية أو في كل الجوانب. ويشرفني أيضا أني عضو بمجمع البحوث الذي رأسه فضيلة الإمام الأكبر، فنحن كمؤسسة واحدة نتكامل، ونسأل الله التوفيق. رمضان على الأبواب يا سيادة الوزير، كيف استعدت وزارة الأوقاف لاستقباله؟ استعدت بأشياء عديدة. أولا، إعداد المساجد. قمنا بأكبر خطة إعداد في تاريخ مصر، 1300 مسجد تعمل فيها الشؤون الهندسية بالوزارة إحلالا وتجديدا وصيانة، ونحو 1,000,000 متر سجاد فرشت بها المساجد حتى الآن، إضافة إلى على الموقع بالأرقام افتتاح 10 مساجد كل أسبوع. الأسبوع القادم للأسبوع 20 على التوالي 10 مساجد إحلال وتجديد، إضافة إلى عشرات ومئات المساجد بالجهود الذاتية، تفعيل المسجد الجامع، مقرأ القرآن الكريم، الإعداد للقيام صلاة القيام، وأؤكد على هذا البرنامج لكل السادة الأئمة ألا تزيد خطرة التراويح عن 10 دقائق، وأن يلتزم في القنوت بالمقصور ووقت غير طويل لا يمله الناس ولا يخالف السنة. أيضا الاعتكاف ضوابط العام الماضي، ولابد أن يكون هناك إمام من الأوقاف مشرف على الاعتكاف، وأن يكون الاعتكاف في المساجد الكبرى والتي يعني الناس بتسأل شروط الاعتكاف. شروط الاعتكاف، أن يكون المسجد مؤهلا يعني لاستقبال الناس بخدماته، ألا يستخدم المسجد في الطهي والطبخ، وإنما يكون هناك مخصص لإطعام المعتكفين، أن يكون تحت إشراف إمام من الأوقاف بنفس ضوابط العام الماضي. كذلك مصليات العيد، لن يعتلي مصليات العيد إلا أئمة الأوقاف، ولن تقام مصلى إلا إذا كانت معتمدة من الأوقاف. أيضا هناك حركة واسعة جدا هذا العام في إفاد عدد كبير جدا من الأئمة إلى مختلف دول العالم من الأئمة والقراء طوال شهر رمضان، ليكونوا سفراء خير سفراء بإذن الله لمصر في نشر الفكر الإسلامي الوسطي في مختلف دول العالم. إضافة إلى أننا استقبلنا رمضان بعدد من المطبوعات الهامة والمنشورات الهامة، كم من أخاها على مائدة القرآن وحماية الكنائس في الإسلام، الذي تم ترجمته إلى 4 لغات وتجري ترجمته إلى 9 لغات أخرى، وقد توسعنا جدا في حركة الترجمة والنشر، ترجمنا نحو تجديد الفكر الديني إلى 13 لغة، في فضاء الثقافة إلى 7 لغات، تفكيك الفكر المتطرف، ترجمنا الخطب إلى لغتين الإنجليزية والفرنسية. هناك نشاط ملحوظ جدا في الترجمة والنشر في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. طيب، بمناسبة رمضان سيادة الوزير، وبكل صراحة عايز تقول 5 شخصيات بالاسم، تقول لهم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان. نبدأ أولا السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقول له كل عام وسيادتك بألف خير، ومقدرين دعمه لتجديد الخطاب الديني. السيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل،
نقول له كل عام وأنت بخير، وأعانك الله على المهمة الثقيلة التي تتحملها. فضيلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نقول له كل عام وأنت بخير، ومؤسسة الأزهر كلها بكل خير. ثم السادة جميع العاملين بالأوقاف وجميع الشعب المصري بلا استثناء، نقول للمصريين جميعا كل عام وأنتم بخير. بعد ذلك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الأمة العربية والإسلامية وكل العالم، لأننا نبغي الأمن والأمان والسلام للعالم أجمع. سيد الوزير أنا بشكر حضرتك جدا على هذا الحوار، لكن هترك ختام الحوار لحضرتك. أولا في جملة نؤكد أننا بفضل الله أكثر قوة وحسما على استئصال الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، نستأصل أفكارها ولا نمكنها على الإطلاق من مفاصل العمل الدعوي. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يجعله عام أمن وأمان وسخاء ورخاء ويمن وبركة على مصرنا الغالية وعلى العالم كله إن شاء الله تعالى. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم اغني مصر بفضلك عمن سواك، اللهم اغني مصر بفضلك عمن سواك، اللهم اغني مصر بفضلك عمن سواك. اللهم وسع لها رزقها من البر والبحر، وانبته لها في السهل والجبل، واخرجه لها من السهل والجبل ومن كل حدب وصوب يا رب العالمين. اللهم ارفع عنها البلاء بكل انواعه، اللهم ارفع عنها البلاء بكل انواعه. اللهم من اراد مصر بسوء فردد كيده في دحره، واخرجها سالمه امنه يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا امنا امانا سخاء رخاء سلما هادئه هنيئه بعيشتها وعيشه اهلها الى يوم الدين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.